Hello everyone, welcome again في التوتوريال الجديد اللي حنحكي فيه عن الـ Promises بالجافا سكريبت. شو يعني Promises؟ الـ Promises هني مثل أي Promise نحنا بنقطع. Promise بنعطي، أنا عم أعطيكم Promise هلا إنه حتى تكونوا مبسوطين بالـ Node.js Course اللي حنعطيكم إياه كل سبت. هذه الـ Promise يا حتتحقق يا ما حتتحقق، ونفس الشيء بالـ Node.js. Promises بيشتغلوا بنفس الطريقة. So شو هني الـ promises؟ The promises are the ideal choice for handling asynchronous operation in the simplest manner. They can handle multiple asynchronous operations easily and provide better error handling than callbacks and events. كيف يعني handling asynchronous operations وشو هني أصلا الـ asynchronous operations؟ خلينا ناخد example عن شو هني asynchronous operation. مثلا let's say we are submitting a form to the database. هون بنكون عم نحكي عن asynchronous programming او asynchronous operation. كيف يعني؟ مثلا اذا نحن عم نعمل هالسبميت، عم نعمل سبميت لكونتاكت اس فورم بويب سايت معين، يمكن هالسبمشن بروسيس ياخذ وقت شوي طويل لمشكله خاصه بالانترنت او بالسيرفر او وات ايفر شو تكون المشكله. فليش اليوزر بده يضل ناطر؟ اليوزر بيكمل عم يشتغل عادي وهي عم ينعمل لها سبمشن، ما بنوقف له الويب سايت كله لانه الفورم لسه ما انعمل له سبمت وصار عندنا بالداتا بيز. او مثلا اذا عم نعمل داونلود لفايل، بنعمل داونلود للنوت جي اس فايل من النوت جي اس ويب سايت، نحن ما اكيد نحن عم نعمل له داونلود حياخد وقت. اذا بلشنا ننزله هلا الساعه 6 مثلا، يمكن يضل الستة ونص ليوصل لينزل يصير لوكل عنا على الكمبيوتر. ليش؟ يمكن الانترنت منو سريع، بس نحنا فينا نفتح نوفر تاب ونعمل سيرش على شيء تاني، او نكمل بالنوت جي اس ويب سايت نقرا عن النوت جي اس او نعمل له اكسبلور لهالويب سايت. ما حتوقف يوقف الويب سايت عنا او توقف كل الفانكشناليتي لينزل الفولدر تبع النوت جي اس. او مثلا اكزامبل ثالث، عم نعمل ابلود لصوره على الانستغرام، فينا نعمل لها ابلود وهي عم ينعمل لها ابلود نعمل شيء ثاني، ما بيوقف توقف الفانكشناليتي لتخلص الابلود. ليه؟ لانه نحن ما عارفين باي وقت بالفيتشر بالمستقبل حينعمل لها ابلود حتصير ساكسيد. اوكي، نفس الشيء هون بنكون عم نحكي عن البروميسز. شو البنفيتس اوف يوزينج بروميسز؟ امبروف ذا كود ريدابيليتي، better handling of asynchronous operations, better error handling, better flow of control definition in asynchronous logic. مثل ما كنا عم نحكي، حلو كتير. وكل promise يا جماعة عندها 3 states، يا بتكون fulfilled يا rejected يا pending. كيف يعني fulfilled؟ كيف يعني rejected؟ وكيف يعني pending؟ fulfilled يعني ال action related بهال promise بتكون succeeded، اكتملت بنجاح. rejected بتكون the promise failed. pending الساية pending مثل ما اسمها بيدل عليها، لنا fulfilled ولنا rejected، الساية بالنص لسه ما وصلنا الفاينل ريزلت. سو هيك كنا عم ناخذ quick introduction عن the promises بالميلة السيوري. وهلا مثل العادي حنفتح ال VS code ونعمل شوية practice لنكتشفها سوا اكثر، وكرمال تكونوا مجهزين، كرمال بس نبلش بالنوت جي اس ونستعمله هونيك تكونوا انتوا ريدي واوريدي فاهمين كيف بتستعملوها ولشو البروميسز. هلا حنفتح الفي اس كود ونبلش نشتغل سوا. هلا لنعرف لنعمل بروميس بالجافا سكريبت، هون عم نحكي بيور جافا سكريبت، شو لازم نعمل؟ اكتب let مثلا بي، هي مجرد variable equal new promise. new promise بتخلينا نعمل هذه syntax، بتخلينا نعمل new promise. هي شو بتاخد؟ بتاخد anonymous function. anonymous function بقلبها two state، بقلبها resolve والreject، بيكونوا as arguments. حلو كتير، وهي بتكون anonymous arrow function مثل ما قلنا. ونحط بقلبها مثلا، هلا عم نعمل نحن promise، هون عم نعمل مانيولي نحن للبروميس لنكتشفها، لانه هلا بالحقيقه ما عندنا شغل مع داتا بيز او مع شيء ثاني لنكتشفها، بس ان شاء الله بالنوت جي اس بنكون عم نكتشفها هون. مثلا خلينا نقول let student
equal والستودنت هو اوبجكت عنده نيم هو جون وعنده مثلا watch the tutorial عم نسأل بتكون by default true هي boolean value حلو كتير. نجي نحن هلا بنعمل if condition ومنقول student dot watch the tutorial equal equal true حلو شو بيكون عندنا هون؟ هون بنكون the promise نعملها resolve صار عندنا success وفينا نبعث معها message بتكون مثلا John is a good boy else نعمل reject هون صار عندنا failure John is not a good boy حلو كتير هيك بنكون عملنا our first promise using JavaScript هلا كيف نجربها؟ مثل ما قلنا عندنا two state هلا عندنا resolve والreject depending حنكتشفها بعد شوي بطريقة هيك شوي tricky نيجي إذا قلنا p.show بس نكون عم نتعامل مع the promises عندنا شيء اسمه then وعندنا شيء اسمه catch بس then block هلا بنشوف شو بيكون عندنا نكتب أول شيء p.then وشو بنعطيها؟ بنعطيها anonymous function بنعطيها message as argument وبنفتح ال curly brackets as usual وبنقول console.log مثلا قبل ال message فينا نقول inside the then block و dot catch هلا بنشرح كل وحدة لشو بتكون كمان نفس الشيء فينا نعطيها message ونقول نعملها copy paste على السريع بنقول inside the catch خلينا نجربها هلا inside the then block John is a good boy أول شيء شو then وشو الكاتش وقت البروميس تبعتنا بتفوت على الزن بلوك يعني نحن البروميس تبعتنا is resolved يعني الستيتس تبع البروميس هي resolved so بالزن بلوك بيكون عندنا السكسيد ستيتس او الفولفيلد ستيتس اما بالكاتش بلوك مثل ما اسمها بيدل عليها وي كاتش ذا ايرور يعني بنكون بالريجكت ستيتس يعني هون بالريجكت status وبال then block فوق بنكون وين؟ بنكون بال success status حلو كتير هلا هون اكيد حتكون على طول success ليش؟ لانه نحن already معرفينها بايدنا انه هي على طول تكون true هون ما عم نجيب شيء من الداتابيز وما عارفين شو عم يصير بس فينا نزعبر عليها ونجي نغيرها نحن هون ونقول له false إذا بنرجع بنجربها هلا حنقول له inside the catch block John is not a good boy ليش؟ لأنه our promise it's not resolved راحت على reject يعني راحت لوين؟ على الكاتش عملنا لها كاتش هذا بيكون هيك our first example on how to create a promise in JavaScript وكيف بنستعمل الزن وكيف بنستعمل الكاتش وكل وحدة شو بيكون بقلبها أو شو بتكون الستيتس لأور بروميس إذا فاتت على الزن إذا فاتت على الكاتش خلينا ناخذ هلا إكزامبل تاني بيعرفنا على كونسبت تاني بالبروميسز وهون حنعرف تو بروميسز وحدة اسمها P1 ونقول له resolve tutorial 1 مثلا في مسج tutorial 1 is done هلا كوبي بيست ونقول بي 2 هون عرفنا تو بروميسز هلا نحن بدنا نشغل هالتو بروميسز مع بعضهم كيف بصير هذا الشيء؟ في عندنا شيء اسمه promise.all شو بتاخذ ال promise.all؟
تاخد array of promises. حالتنا بيكون P1 and P2. حلو؟ ونفس الشيء dot then والزن بنعطي messages ونعمل لهم console المسجز. هلا هون بحالتنا ما حيكون في عنا فيلر لانه ما عم نتعامل مع شيء asynchronous او شيء من الداتابيز او شيء بده networking او download او شيء ثاني، بس عم نكتشفهم يعني بطريقه locally بين ما بلشنا بالنود جي اس. هلا اذا جينا عملنا له run شو عم نشوف؟ طلع لنا array of resolved promises واللي هي tutorial 1 is done, tutorial 2 is done. شو بتعمل البرومس.all؟ البرومس.all ما بترد لنا جواب الا ما كل البرومسز اللي بقلبها يردوا جواب، يردوا لنا جواب، والجواب بده يكون resolved يعني بده يكون في success. ما بيرجع الجواب قبل ما يكونوا كلهم resolved. تمام؟ ومثل ما شفنا هون. يعني هلا نحن مثلا اذا جينا إذا جينا لهون مثلا وجربنا نعمل set ل time out function وعطيناه حطينا بقلبها هي مثلا وعطيناه 200 ملي سكند، نجرب نأخرها شوي. شفتوا فرقت نتفه صغيره لعملت اكزكيوت، بس ما بتعمل اكزكيوت للاثنين يكون انعمل لهم شو؟ ليكون الاثنين انعمل لهم ريزولف. هلا في كونسبت ثاني واللي هو البروميس دوت ريس. شو البروميس دوت ريس؟ خلينا نشيل هون هلا ونكتشف البروميس دوت ريس. البرومس دوت ريس بنبدل الدوت اول بدوت ريس، نفس الشيء بتاخذ array of promises وبترد لنا منو اجوبه، بترد لنا just one جواب، جواب واحد يعني مسج وحده. اذا هلا بنعمل اكزكيوت نقول بنشوف tutorial 1 is done. ليش؟ لانه البرومس دوت ريس شو بتعمل؟ البرومس دوت ريس يا جماعه بترد لنا اول resolved promise، الجواب تبع اول resolved promise. ما بتنطر الكل ليخلصوا، اول وحده بتخلص بترد لنا جوابها. يعني اذا الاولى تاخرت الثانيه خلصت قبل منها بترد لنا جوابها، ما بتنطرنا ليخلصوا الاولى والثانيه مثل الدوت اول لترد لنا array of اجوبه array of results. لا، اول وحده بتخلص بترد لنا جوابها وبتوقف. هذه البرومس دوت ريس. مثلا هلا انتم شفتوا هون tutorial 1 is done هي اللي بينت ليه، لانه هون ما في شيء مثل ما قلنا مع داتابيز، سو لوجيكلي هي مبلشه بالاول حتخلص بالاول. بس هون فينا نحتال عليها شوي ونعتبر حالنا عم نشتغل مع داتابيز. اذا بنعمل تايمر مثلا وبنقلها مثلا هون لنأخرها شوي مثلا بنعطيها 1000 ملي سكند. هلا اذا بنيجي بنعمل اكزكيوت نشوف tutorial 2 is done. ليش ما tutorial 1؟ لانه tutorial 1 بدها 1000 ملي سكند لينعمل لها ريزولف، اما هديك ما بدها شيء دغري ينعمل لها ريزولف. سو البروميس دوت ريز شافت انه البي 2 صارت ريزولف، ردت لنا جوابها او ردت لنا المسج اللي حاطينها بقلبها وعملت اكزكيوت. غير البروميس دوت اول، بروميس دوت اول لما نشوف البروميس دوت اول شو حتعمل؟ عملت لنا tutorial 1 is done, tutorial 2 is done، نطرت. شفنا الدوت ريس دغري ردت جواب ووقفت لانه راحت على الثانيه ونفذتها، اما هذيك نطرت لخلصوا الاثنين دوت اول، البرومس دوت اول نطرت الاثنين وردت لنا جواب. وهذا بنكون شفنا هيك الفرق بين كيف بنعمل بروميسز، شو البرومس دوت اول، شو البرومس دوت ريس، قصص كثير ثانيه. خلينا نعمل كومنت لها وكومنت لها. مثلا اذا هلا نحن بنيجي بنجرب هون، خلينا نكبر الوقت شوي، بنيجي بنقول console.log
dot log la p1 execute. شو بنشوف عنا؟ بنشوف عنا البروميس السيء بالبندينج ستيتس. ليش؟ لانه اسا ال 2000 ملي سكند اللي نحن حطيناه يوم ما خلصوا فالسيء بالبندينج. وهيك بنكون شفنا مع بعض البندينج والفولفيلد والريجكت ستيتس، يعني الفيلر والسكسس والبندينج. الثلاثه ستيتس اللي حكينا عنهم بالثيوري بارت بالباوربوينت شفناهم قدامنا هون. واخيرا تو ريكاب، خلينا نشيلها نرجع نتاكد من معلوماتنا، نعيدهم مره اخيره. مثل ما قلنا الدوت اول تاخذ array of promises، ما بترد لنا جواب الا ما كل البروميسز اللي بقلبها يخلصوا ريسولف. اما البروميس دوت ريس كمان بتاخذ array of objects sorry of promises، بس شو بترد لنا؟ بترد لنا جواب اول بروميس بيخلص. ونحن شفنا هذا الشيء قدامنا فوق، انه وقت عملنا هون فينا نرجع نجربها مره ثانيه حتى ما حدا يضيع او لتثبت المعلومه اكثر. عم نجرب الدوت ريس هلا. شو شفنا؟ تيتوريال 2 از دون. ليش؟ لانه تيتوريال 2 ما عندها تايمر دغري بتخلص، اما هديك مأخره 2000 ملي سكند عن رفيقتها. وهيك بنكون تاكدنا من معلوماتنا وجربناهم بايدنا لوكلي. وبنرجع تو فينيش البروميس دوت اول مثل ما حكينا بتنطر. هيكو كيف ناطره؟ يعني شفنا الديلي لانه مكبرين، اذا بدنا فينا نكبر اكثر هسه نحط 3000 ونعمل اكزكيوت. عم نشوف كل هذه النطره وبعدين بتعمل اكزكيوت. ليه؟ لانه هسه البروميس 1 ما صارت ريزولف، نطرتها خلصتها، خلصت التو طلعت لنا جوابهم. هذا كان درس البروميسز بالجافا سكريبت. بتمنى تكونوا فهمتوه، وبشوفكم قريبا بالفيديو الأخير واللي هو عن الـ async await. Thank you guys.